الأزمة في البحرين كانت وستبقى سياسية ما دامت السلطة تصر على سلب الشعب كل الشعب حقه الطبيعي في اختيار طريقه وتقرير مصيره، وتمنعه الإصلاح الحقيقي الذي يطالب به ولا ينكره عليه من منصف في الأرض ويؤيده فيه الضمير الإنساني والفهم الحقوقي العالمي وموازين العدل والحق. ولا تستطيع السلطة نفسها أن تجاهر صراحة بأنه ليس من حقها. الأزمة سياسية من قبل ومن بعد، والخلاف بين السلطة والشعب وليس بين أي طرفين آخرين. شاهد ذلك أن الأزمة بدأت ومن طفأ أوارها منذ إلغاء المجلس الوطني الأول، وأن آخر قفزاتها بدايته ليس 14 من فبراير، وإن زاد ذلك من حرارة أجوائه، وإنما بدايته يوم ولادة الدستور، يوم ولد الدستور الذي فرض على الشعب فرضاً وألغى إرادته، وعرف الشعب حينئذ ألا إصلاح وقد غيبت منه الإرادة في وضع هذا الدستور وفي تحديد مسار حياته. هل كان هذا الحراك الجماهيري، أسأل هنا والتفت للسؤال، هل كان هذا الحراك الجماهيري حتى حراك 14 من سبتمبر أو بل من يناير من فبراير، هل كان هذا الحراك الجماهيري مسبوكا بخلفية تتناسب مع كونه من الصراع بين مكونين لهذا الشعب؟ صراع بين مكونين لهذا الشعب يحتاج إلى خلفية تتناسب مع كونه كذلك. دعونا نبحث عن هذه الخلفية. هل كانت هناك خلفية تفرز خلفية على أرض البحرين تفرز صراعا بين المكونين، أو أن الخلفية هي خلفية لا تصلح إلا لماذا؟ للخلاف بين الشعب وبين الحكومة. هذا ندرسه، نطرح حول هذه الأسئلة. هل كان الحراك مسبوقا باقتتال بين المكونين قبل 14 فبراير؟ موجود قتال بين المكونين بحدث كبير مفاجئ أفسد العلاقة بينهما بسطو من مكون على آخر، بحدث مذهبي يؤجج النار بينهما؟ هل كان شيء من ذلك؟ لا شيء على الإطلاق. فمن أين نشأ منذ 14 فبراير صراع بين المكونين؟ وراءه أي خلفية؟ أي سبب؟ بما يعلل؟ لما هذا الكذب؟ لما هذا الزيف؟ لما هذا التحريف؟ خلفية الحراك واضحة جدا: خلاف على الدستور، رفض لإلغاء إرادة الشعب، الاستئثار بالثروة بالأرض، التحكم في كل مقدرات ومقدرات الناس بلا حساب، تفاقم الفساد السياسي والاقتصادي والثقافي والديني، ومصادرة الحريات إلى الحد الذي لا يحتمل. إذا كان من شيطان أرضي خاصم البحرين فليس هو هذا المكون أو ذاك المكون من مكونات الشعب. إصلاح خلف الستار. كثيرا ما تدعي الحكومة أن عندها خطوات إصلاحية وأنها أنجزت الكثير من التوصيات الحقوقية لتقرير بسيوني، لكن أي هذه الإصلاحات والإنجازات التي لا ترى ولا تلمس ولا تذاق ولا تشم ولا يصل إليها عقل ولا أثر لها على الأرض ولا شاهد عليها من واقع، يبحث عنها فلا توجد. ما يشاهد على أرض الواقع ضحايا شوزن وغازات خانقة من قتلى وجرحى ومعوقين وجو أمني مفزع وملاحقات واقتحامات بيوت ونقاط تفتيش ومحاكمات وأحكام مشددة
ومنع للمسيرات والاعتصامات ومعاقبة عليه. متى كانت سياستكم غير معصومة في الإعلام وعلى ألسنتكم؟ ومتى اعترفتم أن لكم خطأ يمكن أن ينتقد؟ أليس كل منتقد مآله السجن والعقوبة؟ فلماذا جاء اليوم هذا التدريب؟ تبقى البلاد رغم الدعاوى العريضة التي لا واقع لها على الأرض، وبغض النظر عن الردود، محتاجة إلى حل سياسي عادل طال انتظاره، ولا مخرج من الأزمة من دونه. والسلطة فضلا عن الشعب مدركة تماما لهذا الأمر، وأن لا بد من حل سياسي. كل ما هناك تغرب، تسويف، التفاف، دوران، مغالطة، تطويل أمد. والسلطة فضلا عن الشعب مدركة تماما لهذا الأمر، وعليها أن تدرك بأن الشعب لا مرد له عنها.